السلام عليكم. شرحنا اليوم عن كيفية مسح كل إيميلات الجيميل دفعة واحدة بكل سهولة. تابع الشرح للنهاية. حتى لا أطيل عليكم، نتوجه إلى متصفح كروم، وبعد ذلك نقوم بتفعيل وضع سطح المكتب بالتوجه إلى الثلاث نقاط، وبعد ذلك نختار الموقع الإلكتروني. والآن يا صديقي نقوم بالبحث عن موقع جيميل ونقوم باختيار الخيار الأول. بعد الدخول إلى موقع جيميل نقوم بالتوجه إلى خيار المزيد الموجود هنا، هذا الخيار، ونختار منها كل البريد. كما تشاهد تم إظهار كل البريد. والآن نقوم بتحديد دفعة من الإيميلات بالضغط على هذا المربع الموجود بالأعلى. ولحذف الإيميلات المحددة دفعة واحدة نقوم بالضغط على علامة سلة المحذوفات الموجودة هنا، فبمجرد الضغط عليها سيتم حذف الإيميلات. وهكذا يا صديقي سيتم حذف الإيميلات دفعة دفعة حتى تقوم بحذف جميع الإيميلات. كان هذا شرحنا لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك بالقناة دعما لنا لنشر المزيد من الشروحات.